On continue tout de suite là-haut. Bismillah ta'ala, Cyril, ensuite Farah, ensuite Sophia, ensuite Dalila, ensuite Ibtissam. Inch'Allah, 5 personnes. En bas, Mohamed Sihanim. Ouais. C'est comment tu voulais lire, Karim? On va commencer par Mohamed pour une question de temps, ensuite ça sera Cyril, Inch'Allah, Cyril, Farah, Sophia, comme j'ai donné dans l'ordre, Ibtissam, Dalila. Fadal, Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بارك الله فيك ما شاء الله. بسم الله. مرحبا بالإمام ورش في هذا المسجد. سعدنا كثيرا بسماع هذه الرواية يا بني. أحسنت ما شاء الله عليك. يبدو أنك متأثر بأداء الشيخ. تحاول أن تقرأ للشيخ شو اسمه حليفي. نعم ما شاء الله عليك. قراءتك طيبة ما شاء الله جميلة. فقط ينقصك يا بني تفخيم المفخم وترقيق المرقق خص ضبط القض. هذه الحروف لابد أن تفخم أكثر. أعد قراءة فمن تبعني فإنه مني. فمن تبعني فإنه ومن عصاني. الآن عصاني جاءت أمام القبل كأنها حرف سين، وكذلك إخلاص الضم. كل حرف مضموم يجب أن يضم بشكل جيد. واصل اقرأ. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذريتي. شفت كيفاش من ذو لابد أن تمد شفتيك. طبعا أنا لا أشدد على كل الناس
الأولاد الصغار وعامة الناس لا أشدد عليهم، لكن أمثالكم لابد أن أشدد قليلا، لابد أن تمد شفتيك لتبين الضمة. ومن ذريتي، أعد، ومن ذريتي، نعم واصل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حسبك، أعد، ربنا إني، ربنا إني أسكنت. حسبك، لماذا تضم شفتيك في النون المشددة؟ أنت تقول هكذا ربنا إن، لا تضم شفتيك، ربنا إن، افتح يا رجل، يفتح الله عليك، أعد، إن، أيوة، افتح شفتيك، لأن هذا الحرف النون لا علاقة للشفاه به، هو من هنا واللسان فوق بس، هذا خطأ كثير، إخواننا المصريون يكتبون أطلق أسرى الشفتين، أطلق أسرى الشفتين، كأنها الشفتين مأسورة، أسير، أسير حرب، فهم؟ أطلق أسرى الشفتين. كثير من الناس لو تلاحظون في النون المشددة يبغون الشفاه. إن لا، إن افتح، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قف على زرع حتى أسمع. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. أين سكون الراء؟ أنت قلت بواد غير ذي زرع. لو نرجعها زرع هذه بالثقيل، نبحث عن السكون في الراء، لا نجد سكونا، نجد زرع، أرع، بواد غير ذي زرع، زرع، أعد، بواد غير ذي زرع. أحسنت، هكذا يقرأ القرآن. قف في البر والبحر، قف على البحر واحذر أن تغرق. في البر والبحر، كذلك الحاء غير ساكنة. في البر والبحر، هكذا، أعد، في البر والبحر. أحسنت، هكذا يقرأ القرآن، وهكذا نحقق كل سكون. تردويزي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. العفو يا شيخ. الشيخ ليلى توشا ان بوان تري امبورطون، بارك الله فيك محمد. كونيسي توس محمد، سي نوتر امام بروفيسور ديريس صلاة التراويح ما شاء الله في دارنيغ ساني ا بلون مينيل، جزاه الله خيرا. On a tendance à parler pour ceux en classe qui se rappellent la gymnastique buccale. Jaïd, nous on le dit dans ces termes-là, mais là, Cheikh il a ramené autre chose, hein, des Égyptiens. Hein, il a dit atliq asra shafatayk, c'est-à-dire libère. Aujourd'hui, comment on peut. L'assir, c'est quoi l'assir en français? L'assir, prisonnier. Voilà. Ou en gros, libère les captives. Hein, de Télère. En gros, c'est vraiment c'est une gymnastique buccale. Laissez les choses se faire. Ahsant. Ne retenez pas, ne soyez pas compressé avec la bouche. La bouche, il y a énormément, il y a fait le harouf l'arabi, il y a masha'Allah. Hein? Il y a de quoi faire, même pour guérir ceux qui ont des problèmes, hein, de prononciation. Jayid. Et donc, atliq asra shafatayk, pour ceux qui ont un stylo qui note ça, hein? Libère les prisonniers ou les captifs de des ténèbres. Ah. Donc on retient aussi la gymnastique buccale qu'on citait en classe. Barakallahu fikoum. On va prendre là tout de suite, Inch'Allah, Siri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. أعيدي
ورقة 60 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حسبك ما شاء الله. أنت تقرأين فيه جهد مبذول في هذا المركز. الحمد لله. جهد مبذول كبير جدا والله. صدقوني أنا أقول لكم في بعض البلاد العربية سيدي منها الجزائر وبعض البلاد العربية تجد أناس يتكلمون العربية عرب بطلاقة لكنهم لا يهتمون بالأحكام كاهتمامكم أنتم بالأحكام. هنا الأحكام موجودة لكن تأثير اللغة الفرنسية على الأحكام وعلى اللغة هو الطاغي. أنا لم أجد أحكاماً فاسدة وإنما وجدت لغة مؤثر عليها هي التي تحاول أن تفسد الأحكام، بينما في بلاد العرب اللغة عربية فصيحة والأحكام فاسدة في بعض. فهمت الآن؟ اشرح هذا شيخ. ديجا يفليسيت vraiment tout le monde et il dit ça se voit qu'il y a un travail fourni dans l'école qu'Allah récompense tous ceux qui ont contribué à cela. Et il dit, sachez qu'il y a d'autres pays, c'est des pays arabophones, hein, il a commencé même par l'Algérie en exemple, oui, qui comprennent l'arabe, etc., hein, mais qui n'ont pas autant d'impact. À savoir aussi que ici, c'est-à-dire quand ils lisent le Coran, ils ne lisent pas d'une manière meilleure que les francophones ou les occidentaux. À savoir que le seul problème hein, que majoritairement lui il a repéré chez nous, c'est pas un problème de prononciation ou non. C'est juste que il sent qu'il y a un étranger qui lit le Coran. C'est juste ça qu'il faut régler. Hein? C'est comme quand, je sais pas, je vous explique comme ça rapidement. Quand on parle rapidement avec un Italien, hein, on va tous changer, on va mettre en R par exemple. Hein, ou on parle avec un Portugais, il va dire tu vas partir ou. C'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il entend lui. Quand on parle entre nous, c'est tu pars où toi? Tu vois? On sait que c'est un français. Donc lui, quand il nous entend réciter, il sent que c'est pas un arabophone. Il sent que c'est un occidental. Il a juste envie de faire ce qu'on va dire une petite autopsie. Et pour régler tout ça, hein, il y a un petit effort à faire. Hein, sur tout ce qui est, comme il a dit tout à l'heure, pour une classe, sur la shadda et sur le soukoun. Il l'a dit tout à l'heure pour une autre personne, sur le nabr. Chacun a sa petite touche. Hein, d'erreur. Hein. Qu'Allah le récompense et à travers ces 5 jours, bi-ibnillah, chacun trouvera, bi-ibnillah et ta'ala, c'est-à-dire, il trouvera, incha'Allah ou ta'ala, son erreur pour pouvoir la corriger. Bi-ibnillah. Zakon Allah khair. Incha'Allah. Comment s'appelle l'un des toufs là? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Sirin. Sirin A'idi. Répète, please. Sourate. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلناها حسبك وفرض خطأ سورة أنزلناها وفرض وليس فرض لا تخرجي لسانك وفرض
أم اللغة العربية تسمى لغة الضاد، هي اللغة العربية كلها مختصرة في هذا الحرف أم. الذي يتقن هذا الحرف يستطيع أن يتقن كل الحروف. وفرم أعيدي. سورة أنزلناها وفرضناها. مرة أخرى أنكر. سورة أنزلناها وفرضناها. ما شاء الله أحسنتي. الزانية لا ينكح الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أعيدي. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. خلاص الآن صحيحة. من قبل كنت تقول زانين أو زانين أو زانين أو السكون. يا شيخ إن خرجت من هذا المركز ومعي شيئين، السكون بالأخص، لا بد أن يتعودوا على السكون الحقيقي. السكون لا بد، إذا أصلحوا السكون خلاص هم عرب. خلاص إن شاء الله. الشيخ إلى rappelé une petite touche. إن شاء الله تعالى après bien sûr après cette assise tout le monde se concentre sur le sukun. Et pour une classe concernée qui se reconnaît, vous vous concentrez sur la shadda. De toute façon les deux ils ont un lien jayid. Mais en tout cas, concentrez-vous sur le soukoun. Il a dit après cela, Inch'Allah, vous êtes des Arabes. Bi'ibnillah. Jayid. Tayyib. Al-Ukht Farah. Al-Ukht Ish. Farah. Farah. C'est quoi Farah? Farah. Ah, Farah. 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 فرح ثم صوفيا إن شاء الله. يلا يا فرح. توأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا فرح. أعوذ بالله الشدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان وليس الشيطان الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرح بس الرح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار ليس الأنهار كأنك جعلت خلقا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الدال أيضا الدال أضيفه للمجموعة السكون والشدة والدال خالدين خالدي دي دي دا دو دي خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا الصادقين
حسبك فتح الله عليك. صوتك جميل وأداؤك حسن، لكن فيه ملاحظتان مهمتان. التقليل، الإمالة، عندك إمالة يا بنتي. الإمالة الرحمن ذلكم بالعباد ربنا عذاب، كل هذه خاطئة. نقول بسم الله الرحمن، فيه الرحمن وفيه الرحمن، ما خطأ. بعض الإخوة التواني سيقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يقرؤون. في واحد من تونس ولا ما فيش؟ نعم. أين التونس؟ أبي موجود. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرؤون هكذا. قانون عن نافع. نعم، يعني أداؤكم التوانسة رائع جدا، جاء ما شاء الله مميز، يعني هيبة للبلاد. لكن عندهم إخواننا في تونس، حتى في مصر في بعض المناطق عندهم إمالة. بسم الله الرحمن الرحيم، سأقرأها بلغتهم لكن بطريقة أصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، عا. فهمت يا بنتي؟ ذلكم لا، ذلكم بالعباد ربنا عذاب. فحذاري من الفتح والتقليل. نعم، احسنت يا بنتي، احسنت. سيد تصويت فغازمو. نعم. طيب، لعل عمي بعزيز. نعم تفضل. وبعد سي باسي تونتو بعزيز، مجتهد ما شاء الله. ما شاء الله، لكل مجتهد من نصيب. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
الله يرزق من يشاء بغير حساب. حسبك يا عبد العزيز، ما شاء الله، والله ألف تحية لك. أين تعلمت الأحكام، هنا أم في الجزائر؟ في تونس. إذن نفس الملاحظة التي كنت أقولها، تعلمت الأحكام في تونس؟ في المعهد. أيوة. الثانوية. من قبل. والله ما شاء الله، والله أنت تقرأ في مثل هذا السن بهذه الأحكام وفي دار الغربة بهذا الشكل، تيل الشابو لك، أحسنت ما شاء الله عليك. لكن الإمالة التي كنت أتحدث عنها مع البنت كلها موجودة في قراءتك. إن الله اصطفى، اصطفى فتح. لذلك قال بعض علماء التجويد يقولون الفتح أصعب من التقليل والإيمان، ليس العكس، الفتح هو الأصعب. لماذا؟ لأن الفتح إذا أخطأت فيه ستذهب كل القراءة، أما التقليل والإيمان موجود في بعض الكلمات هنا ومفرق هنا وهناك، أما إذا فسد الفتح تفسد كل القراءة. هي بالأصل يعني لما نقول فاء ممكن يعني أن نقول فاء. لا 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 تقول فاء، تقول فاء. اسمع، إن الله اصطفى، لو كنت تقرأ لورش قراءتك صحيح من الأخير. إن الله اصطفى، أنت تقرأ بتقليل صحيح جدا، تقليله صحيح لا يقدر عليه المشارقة، لكن ليس في موضعه. فهمتني يا سيدي عمي بعزيز؟ إذن أنت كيف قرأت؟ قلت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، الراء لم ترققها، ذرية بعضها بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فحذري. حاول تعود معي ترى نشوف. إن الله اصطفى آدم ونوحا. إن الله اصطفى، ما زالت، شفت الفاء؟ ما زالت فيه فاء. خلي تونس على جنب، خليك الآن في اصطفى. أيوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا. آدم أو آدم؟ آدم. أيوة. آدم ونوحا وآل وليس آل وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جميل، أكمل. ذرية، ذرية بعضها من بعض. ذري، شوف الراء مرققة عند كل القراء. ذرية. نعم. ذرية بعضها من بعض. نعم. والله سميع عليم. نعم. والله سميع. والله سميع عليم. حسبك. أنت قلت كيف قلت؟ فكلما دخل عليها زكريا. قف على زكريا نسمع. كلما دخل عليها زكريا. لا لا. زكريا. لماذا تمد؟ أنت تمد كأنك تقرأ لقالون أو لورش عن نافع. كلما دخل عليها زكريا، هذه عند ورش بس وعند قالون. أنت تقف كلما دخل عليها زكريا بس. كلما دخل عليها زكريا
زكريا. فقط. أحسنت. بارك الله فيك. فقط راقب التقليل. التقليل أنت تقلل كثيرا. الإخوة هنا في فرنسا متأثرون، العرب متأثرون باللغة الفرنسية، وأنت عربي متأثر باللهجة التونسية. هذا هو. ما شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. نواصل إن شاء الله تعالى. هم permettez un petit peu بإذن الله تعالى. نعم. C'est comment l'équipe de choc؟ إياس وكريم. كريم تقرأ. T'es prêt ou là ? T'as préparé quelque chose ? Oui. Fadal. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. انتظر يا بني. كذلك انت. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أعد. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. افتح شفتيك. تذكر تذكرني دائما النون الساكنة أو المشددة لا تغلق شفتيك. بل يريد الإنسان لا تغلق، لأنك إذا أغلقت الشفتين أغلقت الصوت. فهمت؟ نعم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر. ما شاء الله. أحسنت. مخارج وصفات هنا. فإذا برق البصر وخسف القمر. نعم. جميل. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لا تقل أين المفر. تعرف ماذا فعلت هنا؟ ماذا فعلت هنا؟ أين المفر؟ أين المفر؟ ماذا فعلت؟ أين الخطأ؟ ليرة أو تخيل؟ نو تي أجيتي كيك شوز نو لا أمد. أمد. المد. وين المد؟ أنت قلت أين المفر. المفر. أين المفر. أين المفر. أحسنت. نعم. أين المفر. واصل. لا تستطيع أن تفر مني. واصل. continue. أين المفر؟ لا تقول المفر، أنت تضيف ألفا. أين المفر؟ أين المفر؟ أيوة. كلا لا وزر.
كلا لا وزر. كلا لا وزر. أي نعم. إلى ربك يومئذ المستقر. ما شاء الله حسبك. جميل. إلى ربك يومئذ المستقر. أنت أين تعلمت؟ أين تعلمت القرآن؟ يسي؟ يسي. ما شاء الله أستاذك ألف تحية له. كلش بالنظام أحسنت. ها؟ ما شاء الله. فقط ينقصك الأداء. ما هو الأداء؟ ينقصك النغم. هذه قراءة أهل الشام. هذه القراءة هي قراءة أهل الشام. ينقصها قطرات من الزيت وهو نغم المصريين أهل مصر. لا بد أن تستمع. من الذي تستمع إليه من القراء أنت؟ حصري. حصري. الحصري قوي. الحصري. حصري كجلمود صخر حطه السيل من علي. قوي الحصري. قراءة من السماء. حاول أن تتغنى شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان إلى آخره بهذا الشكل. فهمت؟ لازم يكون عندك نغمة. المثل الفرنسي معروف حفظناه قديما يقولون لا غاب كونت يل بارل يل شانت اي كونت يل كري يل ديسين. العربي اذا تغنى اذا قائد اذا قرأ تغنى. لازم يكون عندك شويه غناء في الدم. ايحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. حاول أن تقرأ بهذا الشكل. خلاص أحسنت. نعم. إن شاء الله تعالى وصوفيا ensuite آيات. صوفيا. نعم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق. نعم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء والله لا يهدي القوم الظالمين.
حسبك والله لا يه من الداخل وليس يهدي والله لا يهدي القوم الظالمين. أعيدي. والله لا يهدي القوم الظالمين. حسبك ما شاء الله شيخ. ثلاث ملاحظات زي ما قلت. السكون لابد أن تعلن الحرب على السكون. نعم السكون هذا مشكل والدال غير سوية. الدين هو التين عندكم بس. Toujours hein, alhamdulillah, déjà subhanallah, comme quoi la baraka des savants elle est là. Dans la globalité, hein, il appelle tout le monde à déclarer la guerre au soukoun. Il faut aller le. Hein, il faut tout faire pour bien le prononcer. Le soukoun, le shadda et le del. Non. Le del, hein, parce qu'il y en a, par exemple, ad-din, il y en a qui vont dire til. On va sortir du. Hein, le T qui se prononce, Jayit, Inch'Allah Ta'ala, cet effort à faire. Non. فيه عندنا في الجزائر مسابقة مزامير داوود. اسمعوا إلى الأولاد الذين جاءوا يشاركون في هذه المسابقة مثلا. نعم أيوة. حتى نشجع الأولاد. Là, il est en train de nous faire écouter là, hein, qu'on appelle, comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Abu Musa al-Ash'ari, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné hein, une des belles voix de la famille de Daoud. Jayid, en parlant de Daoud alayhi sallam, bien sûr. Et il y a ce concours-là qui se fait, hein, bien sûr, pour les belles voix dans la lecture du Qur'an. Il va nous faire écouter quelques enfants, Jayid, pour motiver le sallam. يتجاوز عمره 12 سنة يعني من أندونيسيا. نعم من أندونيسيا. فيه ولد آخر لعلكم رأيتموه في قناة الشروق كان فقط يرتل. الشيخ المعصراوي حفظه الله المصري المعروف لما سمعه قال هذا الولد لابد أن يتعلم التجويد. فنسق مع واحد من عمالقة مصر. مصر هي أم الدنيا والدين في القراءة. فعلمهم لمدة أشهر فقط فتحول. اسمعوا كيف أصبحت قراءته. هذا من الجزائر من قسنطينة. كان يقرأ قراءة مرتلة كيف محمد ياسين. كيفك تعلم التجويد؟ وأنا لازم تتعلم التجويد أنت لتأتي السنة القادمة تمثل فرنسا في مسابقة مزامير داوود. خلاص اتفقنا؟ قول إن شاء الله. إن شاء الله. الله أكبر. كذلك يا شيخ أريد في المركز عالم أو رجلا من رجال الصوتيات المقامات الصوتية. الشيخ موجود. الشيخ لابد أن تعلمهم الأداء يا شيخ. النغم القراءة هذه الخالية من النغم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أليس كذلك؟ لا زال لا شيء. لا سميت. لا شيخ ما يلبني دوز إكزامبل. جيد. Le premier, c'était un qui avait 12 ans d'Indonésie, bien sûr, qui participait au concours. Et le deuxième, Jamaat al-Khair, comme il a dit, c'est Ahmed Aïs al-Mahsraoui qui l'a entendu. Et il lisait normalement, comme Mohamed Yassine tout à l'heure, qui lisait normalement. Il a vu quelque chose en lui, il a dit, toi, tu devrais aller étudier, Jayid, la mélodie, c'est-à-dire la mélodie du Coran et le fait de le prononcer ou le réciter, comme vous le savez auparavant, Abdel Basr ibn Abdel Samad, etc. Jayid. Donc, on l'a collé à un savant de cela. D'ailleurs, même Cheikh Ali, il est calé dans cela. On en profite pour le dire. Aujourd'hui, on a des potentiels ici, subhanallah al-Azim. On tient comme des poteaux dans la mosquée, il n'y a rien qui est fait. Allah al-Musta'an. Donc alors, ce jeune-là en Algérie, on l'a collé à un Égyptien pendant quelques mois. Et subhanallah, ça a donné le résultat qu'il a donné au deuxième audio. Imaginez-vous. Donc un effort fourni à Jamaat al-Khair, peu de temps. Jayid, apprenez à lire correctement déjà. Et rapprochez-vous, Inch'Allah, d'un connaisseur de ça. Et il va vous donner exactement la meilleure prononciation ou les meilleures mélodies, Inch'Allah, dans la lecture du Qur'an. Il nous reste encore un petit peu de temps. On va laisser lire Aya, ensuite Faiswal. Après, je pense que le temps il sera raccourci. On reprendra demain, bi'idhnillahi ta'ala, après Salat al-Asr. Aya, elle n'a pas encore lu. Oui. Naam, tafadhali, iqra'i. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى قولي هكذا وما تحت الثرى ما شاء الله أحسنتي فتح يعني فتح وتقليل وإضجاع وإمالة يا شيخ هذه لها صوت وأداء هذه تقرأ الأحكام مع الأداء الآن الوحيدة التي سمعتها تقرأ وإن كان أكيد فيه من يقرأ بصوت وأداء كالشيخ لكن ربما هم في جلسة تسميع وتصحيح التصحيح لا يصلح معه إلا التحقيق من غير أداء كما كنت أستمع للشيخ لكن هي ما شاء الله عليها هذه لابد أن تهتموا بها إن شاء الله نعم هكذا نعم نعم معلوم دونك ايا ما شاء الله انت الدنيا سان تروفي لا تي ايتوالي لا ما شاء الله جيد ميتريزي لا برونونسياسيون ان ميم طون لا بون ميلودي جيد الله سبحانه وتعالى يفاسيلي وندعو لابيها مريض كذلك يعني يري عليه عمليه نسال الله ان يلبسه لباسا العافيه اخو حسين الى سوي اوبيراسيون à son père, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne guérison. Amen.
Et on n'oublie pas, il y a Jamarat al-Khair. Parce que là, je ne sais pas, moi personnellement, je ne fais que de penser à Abdallah Basfar. Je ne sais pas pourquoi. Depuis, subhanallah. Et là, je me retrouve, bizarrement, je ne sais pas, les noms, ils sont arrivés à Aya Sofia. Même comme ça, subhanallah. Je ne sais pas. Je n'oubliez pas dans vos invocations. Abdallah Basfar, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'efforts pour la France, Ya Jamaa. Mais là, il est emprisonné. Beaucoup de ulama comme ça, qui sont emprisonnés, il ne faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Il y en a beaucoup qui sont en prison. Combien? Dans les ténèbres de la prison, Ya Jamaa Takhir. Jusqu'à on les oublie, on n'entend même plus parler d'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse, nous donne une longue vie. Qu'Allah les libère tous. Qu'Allah leur donne la patience dans ces moments difficiles. Ou Allah, c'est des montagnes de savoir qui sont enfouies dans les grottes hein, ou dans les ténèbres des prisons, Ya Jamaa. Et à l'extérieur, vous croyez que, en tout cas, Wallah al-Adim, Alhamdulillah, heureusement, il y a des chouïrs comme ça encore qui. Hein, mais il y en a énormément dans les ténèbres des prisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à surmonter les épreuves. Barakallahu fikoum. Tfadal fi souhaite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ولكنكم
تكلمنا على الصوت والأداء فجاء الصوت. الحمد لله. أيوة ما شاء الله. أنا قلت لفوا حتى فهمت أنت خلاص. أيوة ما شاء الله. وأنا قلت لفوا لفوا لا يعجبكم هذا الشيء. ما شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى. أعد أشوف. Repeat please. أعد أعود. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور يسعى السكون أنت من مجموعة السكون أعد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور طيب بشراكم اليوم أنت قلت بشراكم اليوم جنات تجري توقفت جنات تكون تجري لا يجب أن نقف هنا لأن الجنات لا تجري الماء هو الذي يجري من تحتها فهمت المعنى الآن بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار اقرأ وتربصتم أعد وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وتربصتم تربصتم وارتبتم وغرتكم وتربصتم اقرأ وتربصتم شكرا لكم جنتكم فيها وتربصتم وارتبتم وتربصتم تربص او تربص بس ايوه ربيت وتربصتم طيب وغرتكم الاماني اقرا وغرتكم الاماني حتى وغرتكم الاماني نيو شدد وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله احسنت ما شاء الله صوتك جميل عندك فقط توابل فقط خفيفه قراءتك جيدة ما شاء الله الحمد لله لعل هؤلاء الأولاد لابد أن ندعو لهم cette jeunesse là ما شاء الله qui sont dans les études supérieures ما شاء الله tout ça on vient en mode Coran franchement c'est on voit que le il y a eu de l'évolution dans le temps ما شاء الله on va laisser juste qu'il y ait finir tout le monde est d'accord inshallah ta'ala et tout de suite après باذن الله تعالى اذان اقامه et prière tout de suite inshallah ta'ala بارك الله فيكم il y a تفضل car après toute la semaine mesquine il est pris par les études avant Ilyas غدا inshallah ستكون قراءه جماعيه لسوره الفاتحه نصححها وتكون رائعة بإذن الله وفيها فائدة كبيرة لا بد أن تأتوا غدا خلي الشيخ نصحح آية واحدة فقط لنشوقهم إن شاء الله بالغد إن شاء الله إن شاء الله يلا رددوا معي ربتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الخطأ الأول شنو ما كانش كاين لا نقول أعوذ نقول أعوذ ذو وليس ذو إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دمان إن شاء الله نكمل كل الصورة صورة الفاتحة إن شاء الله وفيها إن شاء الله Demain, il a dit, Inch'Allah ou Ta'ala, spécialement, avant de faire quoi que ce soit, on va tous corriger Surat al-Fatiha, du début jusqu'à la fin. Et là, il a donné un avant-goût avec l'Isti'ada. Donc répétez-le jusqu'à demain, Inch'Allah. Ce serait une bonne reprise en même temps. C'est fatal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الدهر السكون على الهاء إلا الدهر أيوة. وما لهم بذلك من علم شفت أنت كيف تقرأ السكون؟ وما لهم بذلك من علم نعم. إن هم إلا يظنون. وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا السرعة جعلتك تختلس. وصبي الاختلاس اختلاس يعني اختلاس جعلتك تختلس. حذاري من الاختلاس. نحن نعرف الاختلاس فلان اختلس يعني سرق بنكا هكذا يسرقون البنوك. فهناك سرقة أكبر منه أن يختلس الإنسان ويسرق من زمن الحروف. فهمت؟ نوعان من الاختلاس، اختلاس بنوك وأموال وذهب واختلاس زمن حروف. فهمت؟ لازم القراءة تكون بزمن متساوي نفس الوقت، لا تسرع، وأحكامك صحيحة 100%. هذه هي المشكلة يا شيخ. سبحان الله، أنتم هنا الأحكام صحيحة، اللهجة تراس تاع اللهجة طاغية. وفي البلاد العربية العرب عرب والأحكام فاسدة. نعم، مع الأسف. Donc il y a l'année lecture de cette semaine alhamdulillah rabbi alamin. Mais dans notre jargon il a dit tu braques les harouf. C'est-à-dire que l'ikhtilas c'est quoi? C'est un braqueur en gros. Il y a celui qui braque les bombes comme il a dit. Il vole aussi. Et il a dit celui qui braque le temps des harouf. C'est-à-dire il y a un petit temps tellement que ta lecture elle est bien, elle est fluide. Mais voilà, tu retires un petit peu de temps, tu retires parce qu'il y a un délire. Donc vaut mieux, comme on a dit, le tajwid, c'est quoi le tajwid, Ya Jama? هذه السرعة بسبب سماعهم لما يتلقون عنه المشايخ. بارك الله فيك. تولي أشكال صندوق أحسنت يا صلاح. هو ربما من سماعك. أنت لمن تسمع من القراء؟ شريم سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريم، أنت إذا أردت أن تتعلم الأحكام أولا ألف تحية لسيدنا الشريم على رأسي وعيني. سيدي الشريم شيخ القراء عندي أنا وإمام الحرم ما شاء الله. لكن قراءة الشريم هي قراءة تراويح حدر مثل كما كان يقرأ الأخ يحدر. أنت لابد أن تحقق إذا أردت أن تتعلم التحقيق الحصري. وإذا أردت الصوت وجماليات الصوت المنشاوي أو الشيخ عبد الباسط يقولون إن المنشاوي
إذا قرأ آيات تتحدث عن المطر فإنك تسارع إلى لمس ثيابك خشية أن تبتل، لأنه يجعلك تحت المطر. المنشاوي يا شيخ يعني قوي جدا. المنشاوي قراءة الخاشعين والباكين. إذا أردت النغم والصوت والجمال المنشاوي، إذا أردت الأحكام الحصري، إذا أردت الجمال لا تخرج من مصر. مصر فهمت؟ خلاص أحسنت. Ce que tu retiens là, c'est en gros un shuri, hein, un très très beau récitateur, mais l'enregistrement a été fait pendant Taraweeh. On n'apprend pas avec un enregistrement de Taraweeh, c'est pour tout le monde. Hein. On n'apprend pas avec un enregistrement de Taraweeh, parce que l'enregistrement de Taraweeh, il est fait comment? Quand on dit va faire Taraweeh, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a la rapidité, mais il n'y a pas d'autre. Il y a le stress, c'est concentré, tu vois. Des fois, il y a énormément de choses qui vont dans. Et on n'apprend pas avec ces récitations, on n'apprend pas avec une récitation qui a été faite correctement. Avec, il y a des jurys même derrière dans le studio qui disent recule, c'est pas bon là. Sainte. D'ailleurs, donc le Fossari, comme tu as dit, là, le Fossari, le Minchawi, tout cela, c'est des lectures lentes hein, et correctes. C'est-à-dire que tout a été contrôlé, calculé. D'ailleurs الله يفسيره. ولا صحيح. لا طول. ما ظننا حتى للغد إن شاء الله وتعالى في البركة. بس نقطة بس. قبل 20 سنة أيام كانت الأشرطة القديمة. كنت أجعل هكذا مسابقة للأطفال الصغار، فجاءني ولد يقلد الشيخ المحيسني. تعرف المحيسني؟ المحيسني نعم. قارئ الباكي. فكان يقلده في صورة المائدة. فقرأ ما شاء الله كأنه المحيسني. ولما وصل إلى آية في سورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، قرأها هل يستطيع بشكل لم أفهمه. قلت له كلمة لواها هكذا. قال لي هكذا قرأت على شيخي. قلت من أقرأك هذا الكلام؟ يستطيع قرأها أو غير واضحة. قال لي قرأت على الشريط. اسمع، أخذ القراءة من الشريط. قلت له أعطيني الشريط أشوفه، فالشريط القديم. فجاءني بالشريط، ففتحت الشريط فوجدت أن هذه الكلمة كوني باللاصق. ففهمت الآن، فأخذها كما هي. لذلك يقولون القرآن لا تأخذه عن مصحفي ولا حروف الذكر، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا حروف الذكر عن مصحفي. القرآن لا يؤخذ لا من الأشرطة ولا، وإنما يؤخذ مشافهة من المشايخ. هم المشايخ هون، لابد أن تقرأ على شيخك وتسمع من شيخك. أما الشريم تستعين به في الأداء والصوت، فهمت؟ لا تأخذ من الشريم، خذ من شيخك. هذا Il a donné ça, c'est pour les anciens là, ceux qui connaissent. Jayid, à l'époque, on avait les Walkman, auto-reverse et tout ça, vous connaissez les cassettes. Jayid, là, il a donné une petite anecdote en disant qu'il y a 20 ans en arrière, il écoutait un élève qui récitait dans Sourate al-Maïda et il y a un moment, il est arrivé et bizarrement, c'est comme s'il avait mangé. Il avait mangé le mot. Ouais. C'est dit, répète, il a continué, il a quand même mangé le mot. Il a dit, comment t'as appris ça? Il a dit, je l'ai appris de cette manière. Il a dit, il l'a appris d'une cassette. Il a dit, rappelle-moi la cassette. Lui, il a ouvert la cassette, et à l'époque, vous vous rappelez, hein, quand le fil se coupait, on faisait quoi? On collait. Donc lui, on voulait recoller les morceaux. Et bien, c'est ce qui s'est passé dans cette cassette. Du coup, le mot en question, il était mangé. Tu vois? C'est pour ça, là, il a rappelé, il a dit, on n'apprend pas des cassettes, ni des CD, ni à l'écoute comme ça. On apprend de, c'est-à-dire, la bouche d'un chef, directement. Il t'observe, hein, tu l'observes, il te corrige, tu répètes. D'ailleurs, pour écouter, ça nous aide à corriger la voix, pas mal de choses. Mais sinon, c'est qui confirme? C'est qui valide? C'est le prof. C'est le prof qui valide. Oui. Et ça, c'est très important. Et pour ceux qui disent, on l'apprend à la maison, etc. Le Coran ne s'apprend pas à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte, Jibril est descendu. Voilà. On n'apprend pas tout seul, il n'y a pas ça. Qu'Allah nous facilite. Barakallahu fik, Cheikh al-Habib, istafadna kathira. Et je voudrais appuyer sur un point, parce que là, il a parlé de pas mal de choses. Cheikh Ali, ici présent, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, depuis qu'on est petit, il les a. Allez, celui qui veut maîtriser, celui qui veut aller encore plus loin, celui qui va aller dans les voies Abdelbas, Ibn Abdelsamad, Ibn Chawi, ou tout ce que tu veux,
il va falloir avoir une assise. Il y a des choses à faire, il faut un tableau, il y a des règles, etc. Il est là, il y a Jamaa. Ah, il faut envoyer une montagne comme ça, on est là, on l'observe. Il y a Jamaa comme le Mont Blanc et on n'en profite pas. Allah il va faire la voie. Amen. Cheikh Tadoulana. اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا صلاة وسلاما على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى النجاح والفلاح وفقنا واهدنا صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.